بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا ومرحبا بكم مع منهج الصف الثالث الاعدادي ومنهج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. والنهارده بنستعرض كده وبندردش وبنتصفح كتاب الوزاره، وان شاء الله نكون مع بعض في شرح هذا المنهج. قبل الشرح وقبل البدء ندعوكم الى الاشتراك في القناه والضغط على لايك إذا عجبك الفيديو وعجبك الشرح، وعمل شير حتى تعم الفائدة. لا تبخل على زملائك بأنهم يدخلوا إلى القناة يسمعوا، ربما يستفيدوا. وهدف هذه القناة هو ليس عدد المشاهدات ولا عدد أو كثرة المشتركين، بقدر ما يهمنا الإفادة للجميع. نبدأ. ده كتاب الوزارة زي ما انت شايف قدامنا، ده شكل كتاب الوزارة للصف الثالث الاعدادي الترم الثاني. ونشوف نستعرض مواضيع اللي هندرسها السنة دي مع بعض. ده الفصل الاول من الكتاب، ومخصص او بيتكلم عن البيانات. ومعنى كلمة البيانات اللي هي المعلومات اللي بتدخل على الكمبيوتر او متخزنة على الكمبيوتر، وبنعرف ازاي البيانات دي بتتخزن واماكن تخزينها وايه انواع هذه البيانات. لان البيانات او كل ما يخزن على الكمبيوتر له مكان، بمعنى ان الكمبيوتر لو اعتبرنا ان الكمبيوتر عبارة عن دولاب مثلا، فالدولاب ده متقسم الى ارفف، كل رف عليه نوع من انواع الملابس. ده بالظبط زي جهاز الكمبيوتر، الذاكرة بتاعته او الرامات اللي فيه ده متقسمة الى ارفف، وكل نوع من انواع البيانات بيتحط في مكان معين. الأسماء المكتوبة بالحروف لها مكان، الأرقام لها مكان، الأنواع والبيانات المنطقية لها مكان. ده كله بيتحط في مكانه، وكل بيان من هذه البيانات بياخد حيز معين أو جزء معين من الذاكرة بتاع الكمبيوتر، وبيقيسوها بالبايت. يعني في بيان بياخد بايت، في بيان بياخد 2 بايت، وهكذا. فده معنى كلمة البيانات، وإزاي هندرس البيانات دي ونشوف أنواعها، ونشوف إيه طريقة تخزينها وكيف تخزن على الكمبيوتر. فتعالوا معنا كده نشوف البيانات، إيه موضوع البيانات اللي هي بتسمى بالإنجليزي الداتا. ده نموذج، لو النموذج ده متخزن على الكمبيوتر او قبلك في موقع من مواقع الانترنت. ده هنا بتلاحظ ان ده فيه كذا نوع من انواع البيانات، هنا الاسم، وهنا تاريخ الميلاد، وهنا النوع، وهنا عدد افراد الاسرة. فعندك هنا الاسم مكتوب بالحروف، حروف، وعندك تاريخ الميلاد مكتوب بالارقام، بتاريخ، يعني معناه تاريخ 7/12/2005. وعندك النوع، النوع 2، ذكر وأنثى. وعندك عدد أفراد الأسرة، هنا رقم، عدد، عدد 5. يبقى إذن النموذج ده فيه كذا نوع من أنواع البيانات، بيان مكتوب بالحروف، وبيان مكتوب بالتاريخ، وبيان بالعدد او النوع بيسموه بيان منطقي، وبيان مكتوب بالارقام اللي هو الرقم 5. ده يعني فكرة ازاي او انواع البيانات اللي ممكن تدخل. كل شيء منها، كل نوع من هذه الانواع من البيانات ده بيسمى نوع معين، له اسم وله طريقة تخزين وله حجم معين ومدى معين للتخزين على ذاكرة الكمبيوتر. فهنا بيقول لك ايه؟ بيقول
ان البيانات هي مين بقى؟ هي ياسمين وتامر. ده البيان اللي هو الاسم الاول، اللي هو البيان الاول، ده اسمه بيان. و7/12/2005 ده برضو بيان. وذكر او انثى اللي هو هنا ضاغط على انثى مختار انثى، ده بيان. والرقم 5 ده بيان. يبقى هنا البيانات دي، ده عبارة عن الموجودة في هذا الجدول او الصورة اللي قدامك، ياسمين تامر و7/12/2005 وكلمة انثى والعدد رقم 5. دي عبارة عن انواع مختلفة زي ما قلت لك من البيانات. فلو انت جيت للاسم اللي هو ياسمين تامر ده، دي بيان اسمه بيان حرفي. ليه؟ لانه مكتوب بالحروف. مكتوب بالحروف، ده بيان حرفي لانه مكتوب بالحروف، مستخدم في تخزينه الحروف. طيب تاريخ الميلاد ده بيان من نوع ايه؟ من نوع تاريخ. ما هو تاريخ لازم اي، ده اسمه نوع تاريخ اللي هو 7/12/2005. طيب النوع الثاني اللي هو ذكر او انثى، ده اسمه ايه البيان ده؟ اسمه بيان من نوع منطقي. بيان من نوع منطقي. طيب عدد افراد الاسره اللي هو معانا هنا اللي هو رقم 5 ده، البيان ده نوعه ايه او بيان من نوع ايه؟ اسمه بيان رقمي، لانه فيه رقم وفيه عدد. بيقول لك عند ادخال هذه البيانات يتم تخزينها مؤقتا على ذاكره الكمبيوتر الرام زي ما انا قلت لك، وتتخزن. طيب عشان تتعامل مع هذه البيانات لابد ان يحدد لمكان حفظها في الذاكره اسم، يعني تكتب اسم ونوع حسب طبيعه البيان الذي تستخدمه. يعني زي ما انا قلت لك ان كل نوع من هذه البيانات، الانواع من البيانات دي، بيتحط في مكان معين مخصص على الرام، وبيشغل ايضا حيز معين، وبيشغل ايضا حيز معين. هنا تعال نشوف اللوحة الموجودة امامنا دلوقتي علشان نتعرف على انواع البيانات. انواع البيانات قلنا البيانات الرقمية، والبيانات الحرفية المكتوبة بالحروف، والبيانات المتنوعة. زي المتنوعة اللي احنا قلناها من شوية، زي مثلا بيسألك النوع ذكر او انثى، قلت له ده بيان من النوع المنطقي. ده بيندرج تحت اسم البيانات المتنوعة. فلو احنا خدنا مع بعض كده انواع البيانات، ونبدأ اول نوع منه من انواع البيانات هي البيانات الرقمية. طيب انا لو سألتك كم عدد افراد الاسرة، بتقول لي 5، ما تعرفش تقول لي 5.5 او 5.2. لكن انا لو قلت لك معاك كم عدد من المال، كم جنيه في جيبك او كم درهم او كم ريال، ممكن تقول لي معايا 10.5 او 10.25. يبقى ده رقم، وهذا رقم اسمه رقم عشري او في كسر. يبقى اذا البيانات الرقمية تقسمها لفرعين كبار، هما الرقمية صحيحة ورقمية عشرية. رقمية صحيحة ورقمية عشرية. لو مسكت الرقمية الصحيحة دي، بيعبر عنها بكلمة اللونج والانتريجر والشورت والبايت. ده بيعبر عنها بلغة الكمبيوتر بقى باللونج والانتريجر والشورت والبايت. طيب الرقم البيانات الرقمية العشرية بيعبر عنها بالديسيميل والدبل والسنجل. الديسيميل والدبل والسنجل دي البيانات الرقمية. بعد كده بنشوف البيانات الحرفية. والبيانات الحرفية بسيطة جدا، اما تكون حرف واحد، واما تكون اكثر من حرف، يعني سلسلة من الحروف. يعني حرف واحد زي ايه او الف مثلا، او اسم شخص بيكتب بمجموعة من الحروف. لو حرف واحد بيسمى شير، لو مجموعة من الحروف بتسمى سترينج. يبقى البيانات الحرفية معانا اما تتكون من حرف واحد، او بتنقسم الى اتنين، حرف واحد وسلسلة من الحروف اي اكثر من حرف. لو حرف واحد بنسميها شير، لو سلسلة من الحروف او اكثر من حرف بنسميها سترينج. بعد كده النوع الثالث من البيانات اسمه البيانات المتنوعة. وقلنا البيانات المتنوعة دي زي ايه؟
زي تاريخ ووقت، حطينا تاريخ أو وقت، ده اسمه بيان متنوع، بيسمى بالإنجليزي دات. دات يعني التاريخ أو الوقت. طيب البيان المنطقي اللي هو البلون ده، البيان المنطقي ده اللي احنا خدناه في الجدول اللي فات، زي اما اسالك النوع ايه، قلت لي ذكر او انثى، كلمه ذكر او انثى ده بيان من النوع المنطقي، بيسمى بالانجليزي بولين، وهو ترو يعني حقيقي او فلاس. والنوع الثالث من البيانات المتنوعه بيكون اوبجكت يعني عام، بيانات عامه او اوبجكت. يبقى عندنا هنا انواع البيانات: البيانات الرقميه، البيانات الحرفيه، والبيانات المتنوعه. وده نهايه الدرس، ما نعطيش معلومات اكتر علشان نفهم، ولكن بنقول ايه المهم اللي احنا هنطلع به من هذا الدرس. وانت بتستطيع انك تكتب الاشياء دهيت، بتوقف الفيديو، تضغط على التوقف للفيديو، وبتقدر تكتب البيانات دهيت علشان في النهاية يبقى عندك مذكرة، ويبقى عندك شرح وافي للمعنى. في نهاية الدرس كده بنراجع مراجعة سريعة، بنقول عند إدخال اسم الطالب فإن نوع البيان يكون من نوع بيان نصي أو حرفي. عند إدخال تاريخ الميلاد ده بيكون نوع البيان بيان تاريخي. عند اختيار النوع ذكر أو أنثى يكون نوع البيان بيان منطقي. عند إدخال عدد أفراد الأسرة فإن نوع البيان يكون بيان رقمي. نتذكر هذه الأشياء: أي بيانات يتم التعامل معها في أي برنامج تكون مخزنة في ذاكرة الجهاز الداخلي اللي هي الرام زي ما احنا قلنا، وللتعامل مع هذه البيانات لابد من تحديد اسم لمكان حفظها في الذاكرة، ونوع بيان حسب طبيعة البيان الذي يتم تخزينه. تتكون ذاكرة الجهاز الداخلية اللي هي الرام دي، الرام بتتكون من ملايين الخلايا المتساوية. هذه الخلايا المتساوية كل خلية تسمى البايت، كل خلية تسمى البايت. يبقى ذاكرة الكمبيوتر الداخلية اسمها الرام، بتتكون من ملايين من الخلايا المتساوية، كل خلية بتسمى البايت. عدد هذه الخلايا اللي عدد هذه الخلايا هو بيعادل حجم ذاكرة الجهاز، حجم ذاكرة الجهاز. يبقى ذاكرة الجهاز دي بتقاس بالبايت، بعدد البايت. كلما زاد عدد الخلايا كان ذاكرة الجهاز أكبر، وبالتالي فإن سعة التخزينية تكون أكبر. وكلما قل عدد الخلايا كانت ذاكرة الجهاز أقل، وبالتالي سعة التخزينية بتكون أقل. بكده نكون خدنا فكرة عن يعني إيه الداتا ويعني إيه البيانات. دي فكرة أولية، وإن شاء الله بنكمل مع بعض. لا تنسى الاشتراك في القناة، دعم القناة، عمل شير لأصدقائك وزملائك حتى تعم الفائدة. وفي النهاية أتمنى لكم النجاح والتوفيق، وإلى أن ألقاكم في الدرس القادم إن شاء الله، لكم منا كل حب وتحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.